2020 كانت سنة غريبة جداً، وكان فيها ظروف كورونا، إصابة، طبعاً نشاط الكورة توقف. إيه الحاجة اللي مش قادر تنساها خالص في 2020؟ وإيه الحاجة مثلاً اللي تعلمتها، حاجة عرفت معناها أكتر؟ زي ما أنت بتقولي كان في ظروف صعبة جداً وأوقات صعبة، لكن يعني أكتر حاجة كانت مخوفاني خوفي على أسرتي، يعني والدي ووالدتي وإخواتي ومراتي وبناتي، فكانت اكتر حاجه. وبعدين زوجتي كانت حامل في فتره الكورونا كلها، انا عندي فيروز، فربنا رزقني بغاليه، فكنت قلقان جدا على زوجتي وعلى يعني بنتي. وحصل في موضوع الحمل تعبت جامد، والبنت كانت المفروض يعني هتولد بدري، حصل لي ظروف صعبه، زائد ان والدتي كانت تعبت في السنه دي، واسرتي كلها جالها كورونا يعني. ألف سلام عليكم. فكانت فترة صعبة يعني، فالحمد لله بتعدي على خير، والواحد بيحمد ربنا على النعم اللي هو فيها يعني. مشاهدينا مكملين معاكم مع قلب دفاع نادي الأهلي كابتن سعد سمير، بس بعد الفاصل.